سيروا بسم الله. لا تقتلوا طفلا ولا امرأة. ومن وضع سلاحه فهو آمن. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الخطاب الإسلامي أيها الأحبة كان خطابا عاما. إن رسالة الإسلام رسالة لجميع البشر، متوجهة إلى جميع الناس، لا فرق بين ذكر وأنثى، لا فرق بين أبيض وأسود، لا فرق بين عربي وأعجمي. فالخطاب القرآني كان خطابا جماعا، لم يكن خطابا منفرا، لم يكن خطابا إقصائيا، لم يكن خطابا حزبيا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونحن أيها الإخوة مقبلون على تحرير سوريا بإذن الله، مقبلون على فتح حلب إن شاء الله. لابد أن نتعلم من هذا الخطاب الجماع، لابد أن نبتعد عن الخطاب المنفر. لا نقول هذا قام بالثورة سنة كذا، لا نقول هذا قام بالثورة سنة كذا. نحن مقبلين على بلد مليئة بالخبرات والكفاءات والقيادات، لابد أن نقنعهم بثورتنا. الثورة أيها الإخوة هي أفكار، هي قيم، لابد أن نقنع الناس بهذه القيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول أن يجمع الناس لا أن يفرقهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلننظر ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وقبيل فتح مكة. كان يحاول أن يجمع الناس للإسلام. هذا عمرو بن العاص، هذا خالد بن الوليد، هذا المغيرة بن شعبة، هذا أبو سفيان. عمرو بن العاص وخالد بن الوليد كلهم قيادات، قادوا، حملوا لواء الإسلام، حملوا راية الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يجمعهم ويجذبهم إلى الإسلام عندما قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وذلك من أجل تأليف قلبه إلى الإسلام. خالد بن الوليد قاد معركة، قاد غزوة مؤتة، سلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الراية. فلنتعلم أيها الإخوة من إسلامنا، فلنتعلم من حضارتنا عندما نحرر سورية إن شاء الله، وعندما نحرر البلد من النظام المجرم بإذن الله، وسيكون قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تهدموا بيتا، لا تغدروا ولا تخونوا، لا تجهزوا على جريح،